إذن مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. الفقرة التالية كما أشار ستكون من الملعب الكامب نو، احتفالات جديدة لفريق برشلونة بثنائية جديدة. دائما معي المحلل والإعلامي الرياضي الكابتن منير رحمة. إذن فريق برشلونة يفوز بكأس الملك للعام الثاني على التوالي، وبذلك يكمل الثنائية. الموسم كان موسم جد ناجح بالأرقام بالنسبة لفريق برشلونة، تقريبا حطم العديد من الأرقام سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى الفريق ككل. الفريق هو الأكثر تتويجا بكأس الملك، 28 لقب. هناك ثنائية الدوري والكأس، هذه هي العام الثاني على التوالي، مرتين متتاليتين ثنائية الدوري والكأس، 7 مرات في تاريخ النادي. الهجوم الأقوى بالدوري، 112 هدف أحرزه هجوم فريق برشلونة. سواريز كان هو هداف الليغا ب40 هدف، بعد ذلك ميسي وسواريز ونيمار بالدوري أحرزوا 90 هدف من أصل الأهداف التي أحرزها الفريق. وميسي وسواريز ونيمار كذلك هدفهم بكل البطولات وصلت 127 هدف، ضمن ذلك البطولة الشامبيونز ليج وكأس الملك والليغا الإسبانية. إذا هذه بعض الأرقام الخاصة بفريق برشلونة هذا الموسم، موسم ناجح بكل الاعتبارات ما عدا كابتن منير الهفوة أو الكبوة في الشامبيونز ليج والخسارة أمام أتلتيكو مدريد. إذا قبل ما ننتقل لمراسلنا، لأن هذه مفاجأة لمشاهدينا، كابتن منير، بالنسبة لتقييم لفريق برشلونة هذا الموسم. أكيد يعني هو موسم ناجح جدا، وأكثر من هذا أنه اليوم يعني شاهدنا فريق برشلونة يعني يخرج من ثوب الفريق الذي يعني ينافس لوحده، والفريق الذي يعني الطريق مفروش بالورود على مستوى المنافسة على الألقاب والبطولات. اليوم فريق أثبت أنه يعني اكتسب الكثير من الخبرة والتجربة، وأصبح يتعامل مع الظروف الصعبة والضغوطات النفسية، ويعني ينجح في تجاوز المحطات الصعبة التي يمكن أن يمر بها خلال الموسم. شهدنا يعني بروز نجوم يعني وتألق على مستوى الفريق برشلونة، وأصبح فريق النجوم وليس فريق ميسي لوحده. اليوم ميسي يعني تحول إلى صانع ألعاب، وهناك نجوم آخرين على غرار سواريز الذي يعني تألق واستحق نجومية هذا الموسم. إذن مشاهدينا الآن ننتقل إلى ملعب الكامب نو، معقل فريق برشلونة واحتفالات الفريق الكتالوني بالتتويج بالثنائية بعد فوزه في على إشبيلية في نهائي كأس إنجلترا، وإضافة اللقب للقب الليغا. وننتقل إلى مراسلنا هناك جياب أبو صفية. جياب مرحبا بك، أعتقد بأنك أنت المراسل العربي الأوفر حظا هذا المساء، متواجد في ملعب الكامب نو، هناك الاحتفالات، احتفالات الفريق الكتالوني والجمهور، كيف هي أجواء هناك جياب؟ يعني صورة وصوت أبلغ من الكلام زميلي علي، يعني هنا الأجواء حماسية بشكل كبير جدا. الآن بانتظار يعني الآن كلمة مدير الفني لفريق برشلونة، وكما نسمع التشجيع والاحتفال الذي بدأ منذ ليلة أمس، منذ تتويج، منذ أن حمل فريق برشلونة كأس ملك أسبانيا. في هذه اللحظات هناك كلمة للمدير الفني لفريق برشلونة لجمهور الذي وصل وحشد منذ أكثر من 4 ساعات. راقبنا عدد كبير بعشرات الألاف من جماهير ومشجعي فريق برشلونة من كل الأطياف والأجناس ومن الجنسيات وحتى الأعمار. شاهدنا يعني حتى يعني كبار السن على كراسي متحركة جاءوا إلى هنا ليحتفلوا مع فريق برشلونة. أجواء حماسية أيضا ستستمر حتى بعد هذا الحفل الرسمي والختامي. هناك احتفالات أخرى في مركز المدينة يشاهدون هذا الاحتفال عبر الشاشات. كان هناك إطلاق يعني للألعاب النارية، لا أدري إن كنتم تسمعوني. هذا هو المشكل جياب، نجد صعوبة كثيرا في سماعك جياب، لأنه الصوت بعض أعضاء الفريق، المدير الفني وكابتن الفريق، الصوت مرتفع جدا. أعتقد أنه الآن ممكن أن يكون خف الصوت بعد قليلا. جياب، بالنسبة كيف هي اليوم، ما هو برنامج الاحتفالات اليوم؟ هو يعني تم تتويج قبل هذا التتويج الأساسي والمركزي لفريق
برشلونة لكرة القدم، يعني هناك حماسة كبيرة جدا هنا في الكامب نو. ولكن قبل هذا التكريم كان هناك تكريم لفريق الهوكي وفريق كرة اليد الذي أيضا فاز يعني الدوري لهذا الموسم التابع لفريق برشلونة. كان هناك حماسة كبيرة، كان هناك يعني احتفال، كان هناك غناء وأجواء يعني غير مسبوقة لم أراها أنا شخصيا في أسبانيا من قبل. ولكن الأجواء هنا متكاملة، الكل يعني يفرح، الكل يرقص، و لا أدري إن كنت تسمعوني أيضا، ولكن يعني نعم أعتذر، الصوت هنا حماسة كبيرة جدا. فقط أتمنى وإلا أن تبدأ من جديد، فقط أتمنى أن تكون تسمعني، لأنه كان هذا قبل قليل كان مشاهدينا كان مدافع الفريق برشلونة جيرارد بيكي يتحدث. سؤال آخر جياب، بعد أيام سيكون هناك احتفال أكيد في مدريد، في العاصمة مدريد، أحد الفريقين سيفوز بالتشامبيونز ليج. دائما هناك الصراع بين المدينتين برشلونة مع مدريد. الآن أنت في ملعب الكامب نو، هناك الحديث كبير على احتفال كتالوني وليس احتفال برشلوني باللقب، هل أحسست بهذا الشعور هناك في الملعب؟ نعم، كان واضحا جدا. نعم نعم، تفضل جياب. نعم، كان واضحا جدا الحديث باللسان الكتالوني هنا، لم أسمع ذكر كلمة أسبانيا، دائما كان الحديث عن بالأسبانية برسا أو كتالونيا، يعني الحديث غاب تماما عن ذكر حتى أسبانيا. في كل مرة كابتن فريق الهوكي وأيضا كابتن فريق كرة اليد كان هناك يعني قال الحرية لكتالونيا، وكان هناك حماسة كبيرة من هنا من الجمهور. التقينا أيضا عدد كبير من الجمهور وسألناهم حول يعني بعض مشعورهم بهذا الفوز، فوز كأس الملك من مدريد الذي لا يؤمن أصلا بالعديد منهم بهذا النظام الملكي، ولكن قالوا هذا انتصار لكتالونيا. نعم، كتالونيا جياب يعني يروها بأنها دولة لهم. نعم، مرة أخرى صعوبة في سماع في نجد صعوبة في أن نسمعك. إذا كان من الممكن أن تطلب من المصور أن يلف بالكاميرا للجهة الأخرى ليلتقط لنا صور أو لنرى الصورة كاملة للملعب، إذا كنت هناك الصورة واضحة، وسنعود إليك بعد قليل، بعد دقيقة أو دقيقتين إذا خف الصوت. نعم نعم، هنا ما زال الصوت كما تستمعون، يعني في كل كلمة هناك حماسة كما نرى أيضا هنا الحضور، حضور اللاعبين بأطفالهم جاءوا بعائلاتهم من خلال هذا الاحتفال الذي فتحت أبواب شباك التذاكر في هذا الملعب، ملعب كامب نو الشهير الذي فتح أبوابه منذ ساعات الصباح الأولى للسماح بالجمهور بأخذ التذاكر لحضور هذا الاحتفال، وكانت بشكل مجاني كرسالة شكر لكل المشجعين الذين رافقوا فريق برشلونة على مدار هذا الموسم، وحتى رافقوه في عدد من المدن الأسبانية تنقلوا مع تنقلات هذه المباريات. نعم. الآن هناك كلمات للاعبين فريق كرة القدم في هذه اللحظات، داني ألفيس يتحدث. نعم جياب. نعم جياب، ابقى معنا، سنعود إليك بعد قليل. الكابتن منير، الاحتفالات مستحقة، أعتقد بأنه الكل اعتقد بأنه برشلونة بعد الخسارة في الكلاسيكو بأنه كانت نهاية برشلونة هذا الموسم، وليس ممكن حتى في المواسم القادمة بأنه نهاية دورة أو نهاية سيطرة. صحيح. لكن الفريق أثبت بأنه قادر على العودة بقوة، وهذه الصور مباشرة للاحتفالات. صحيح. احتفالات جد مستحقة. نعم. أكيد علي، طبعا بالنسبة اليوم عندي الحماسة في التشجيع والاحتفال بتتويج فريق برشلونة، لأنه شعار فريق برشلونة هو أكثر من مجرد نادي، وهي يعني مقاطعة كاملة اليوم كتالونيا تحتفل بهذا اللقب وليس فريق برشلونة، فهناك يعني خاصية يعني مميزة لفريق برشلونة على مستوى هذا
الجانب الذي يطغى على الجانب الرياضي في الاحتفالات. أعود لفريق برشلونة وأنه يعني الموسم كان ناجحا وخرج ليس فقط بثنائية الدوري والكأس بل هناك مكاسب أخرى، لأنه اليوم أصبحت شخصية يعني قوية جدا لفريق برشلونة في التعامل كما قلنا مع الأزمات، مع الإصابات، مع الحالة النفسية التي كان عليها عدد من نجوم الفريق وهبوط في المستوى، وحتى على مستوى حالة الشك التي دخلت في إدارة الجهاز الفني بقيادة أنريكي. لكن في الأخير كانت هناك جملة من الإيجابيات والمكاسب، يعني أنريكي أثبت أنه مدرب ناجح، 7 ألقاب من بين 9 ألقاب ممكنة. شيء آخر ممكن تشلو الكابتن لو بالنسبة للاعبين بعد نهاية مباراة إشبيلية كانت هناك احتفالات فرحة على وجوه اللاعبين، ميسي فاز بكل الألقاب لكن فرحة بعد النهاية كأنه اللاعب لم يفوز بأي لقب من قبل. هذا ممكن أن يعكس رغبة الفريق في الاستمرارية، ممكن أن نرى فريق برشلونة الموسم القادم بنفس الرغبة في الفوز بالمزيد من الألقاب. أكيد علي، وهذه النقطة الإيجابية لأنه شاهدنا فريق برشلونة فريق يعني كأنه في ثوب جديد علي، وهو هذا الذي يعطي الأمل أن يمكن أن نشاهد فريق يستمر لسنوات طويلة وليس هي مجرد انتهاء مرحلة معينة الفريق التيكي تاكا، لا، فهذا فريق متحول، فريق متطور بشخصية جديدة تتماشى مع الظروف الحالية سواء على مستوى الكرة الإسبانية أو المستوى الأوروبي. نعم جياب يترك ممكن جياب ممكن تأخذ صور سيلفيز بعد نهاية الحفل بعد هذه المداخلة، سنتركك تستمتع بهذه اللقطات بتواجدك هنا في ملعب الكامب نو. لكن قبل ذلك سؤال أخير، أنت هنا متواجد في الملعب في الكامب نو، تابعنا الاحتفالات مباشرة اليوم، كل كنت في المدينة مدينة برشلونة، كيف هي الأجواء خارج المدينة؟ كيف هي الاحتفالات؟ هل هناك الشاشات كبيرة خارج في شوارع المدينة لمتابعة هذا الحفل؟ كيف هي المدينة؟ نعم، قبل يعني منذ ليلة أمس لم تتوقف المقاهي المطاعم على شاطئ برشلونة وحتى في مركز المدينة. أيضا احتفالات، كان هناك فرق للطبل والرقص والأغاني كانت في وسط المدينة واستمرت حتى في مركز حتى السياح الذين يعني هذا موسم سياحي لدوله قد بدأ هنا في برشلونة يشاركون فرحة فريق برشلونة حتى يعني بشرائهم القميص الخاص بفريق برشلونة. نعم جياب، استمتع بوقتك هناك في الملعب الكامب نو، شكرا جزيلا لك.